مرحبا بكم متابعين قناة المحترف للشروحات. اليوم بحنا سنتعلم طريقة إضافة أشخاص على حسابنا التليجرام. هناك طريقتين. الطريقة الأولى، إما أن تبحث عن الشخص عن طريق محرك البحث الخاص في التليجرام، أو يعني تبحث عن اسم المستخدم الخاص به. مثلا أنا هذه جميع الأشخاص الذين بحثت عليهم في محرك البحث الخاص به، ألعاب مهكرة إلى ما ذلك. أنت كل ما عليك فقط هو أن تذهب إلى محرك البحث الخاص بك على التليجرام وتبحث عن ذلك الشخص باسم المستخدم الذي يستخدمه في حسابه على التليجرام. وهناك الطريقة الثانية، تضغط على هذه النقاط ومن ثم تذهب إلى جهات الاتصال بهذا الشكل، وهكذا تبحث عن يعني الأشخاص المتصلين بك يوجدون على حسابك في التليجرام بهذا الشكل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة المحترف للشروحات. كان معكم أدمين بضلي من قناة المحترف للشروحات. سلام.